نادر الغندري دونك مش موجود معانا، ما نجموش لا نخونوه لا ما نجموش نوصفوه بحتى حاجة. أعطيوني تعليق على الخبر وعلاش الخبر خذا الضجة هذه كل الرجل مخلصش مش اشكال. أنا تعليقي مهدي، أنا مستغرب من ردة فعل بعض من جمهور النادي الافريقي والصحفيين. وسائل عليه هذا شو احنا في عصر احتراف، لا ولد الجمعيه لا ابو الجمعيه، انا حقي تعطيهولي اعطيني حقي. النادي الغدري لا اسال النادي الافريقي لا رموز النادي الافريقي لا يشتم الفريق، طالب مجرد انه طالب حقه. ما نجمش نقول على شي طالب حقه وما نجمش علاش نستاء. هذا انسان معناتها كان كونترا عقد عمل معاك، عنده الاجر نتاعه وما عطيتهولوش من حقه باش يمشي للقضاء ولا يمشي يتظلم على خاطر ما خداش حقه. ما نجمش نلومه نادي الغلب حقه هذا. عليه علاش القضاء ديريكتومون؟ عليه ما تنجمش الاميابل تحل المشكله بالكش ما لقاش حل. انا اللي في بالي، انا اللي في بالي بيه بالكش انا غلط. اللي في بالي اللي نادر الغندري وقت اللي جا باش يخرج من الكلوب افريكان تفاهموا باش يتنازل جزء كبير من مبلغ هذا. هذا الجزء اللي بقى بارامو والافريقي ما ظهر لي كمان ما كابيتان ديكيب وعاد فلوس وحقه. لا لا ما حق كيما صارت في التراجي طاحوا يسبوا في ود جمعيه، صارت في الاطوال طاحوا يسبوا يودي يخدم هذاك. سامحني بل انت خايف على مشاعره كي يسبوه 60,000 نورمال يحميه المسؤول وقتها جوار ملاعبي كي يبدا يخدم على روحه يبداو 60,000 يسبوا فيه ولا تهيج عليه الباجيت ولا انت تفسخ له كونترا تقول ما حسيتش بيك تحطه بطال هكاك نورمال. اما مسكين كي طالب هو بحقه اي جوار يا حمود هذا احتراف وليس معناه مخذب الخاطر ومش واحد. فما ملاعبي في البطولة التونسية يستحق من اللي قاعد ياخذ فيها؟ لا هذاك موضوع اخر. ما بيان سور انت تقول لي عقد يا حمود ماهوش يسرقوا يا اخي ماهوش قاعد يسرقوا لكن هذا حقه منصوص عليه حقه صحيح. اما اسكو رفليت لا فالور انترنسيك يا حمود ملاعبي نادر ملاعبي سوق. سامحني أخي شرط التعاقد هو رضاء الطرفين. انت عطيتني اوفر وانا قبلت ومن بعد انت ما تلومنيش. ما علاش نعملوا في ليزارتيكل تاع الريزيلياسيون والارتيكل تاع البيناليتي اللي تمنيتو راه الاميابل تتحل المشكله هذه. ما نتصورش هو مشى الاميابل وما تحلش. الكلوب الافريكان تتسهل مثلا على مده 3-4 سنين ولا عامين ولا امبورت كل شيء. النادي الافريقي لم يتجاوب. اسمعني مش معقول كنت كابتن تاع ليكيب. اسمعني لحظه نسك سؤال فيسع في كلمه جميله. عندك معلومه انه النادي الافريقي معناها حب يعمل الاميابل هو قال لا؟ لا هو اللي يقول الاميابل مش العكس. لا زوز نجمان رجيم عند الطرف اللي هو عنده اليد الفوقية. نجمان مفاتحك في الموضوع وانت ما مشيتش معايا شو ذنبي ولا انت البروبوسيون اللي عطيتها ما عجبتنيش. معناها راه هذيا صارت احمد في الاسبيرانس انا ما تصورش نقدر ديريكت مونشال في السي اس اس. ايوه انسان طيب برشا راهو. خلي كمل انا والله ماذا بينا كان نقصوا من الشعبويه ولد الفريق ولد اخت الفريق. صحيح انا بيني وبينك عقد تفهمت انا وياك باش تعطيني طوم معناتها مونطوم معينه ما عطيتنيش مشيت للتجاري خويا باش نضمن حقي. عادي عادي هذا عادي 120 مليون راهو وينجم يكون وينجم خاطر فما فتره راهي اذا ما يعملش الشكايه ما يخلصش في فلوسه فيها قانون راه فما فتره يعطيك اتحالي دونك يقول لك اي ملاعب اتحالي في الفيديو.